بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الإلكتريكال هازاردز أو أخطار الكهرباء. فتعريف الكهرباء أو تعريف التيار الكهربائي هي حركة الإلكترونات خلال موصل زي الأسلاك. بنتكلم إن في نوعين من التيار الكهربائي، في حاجة اسمها الـ AC أو الـ Alternating Current، في حاجة اسمها الـ DC أو الـ Direct Current. إيه الفرق بين الاتنين؟ الـ AC أو الـ DC الاتنين الفرق بينهم مش في قيمة التيار، لكن الفرق بينهم في الدايركشن بتاع الإلكترونات اللي موجودة. بمعنى إن الدي سي أو التيار المستمر بتكون الإلكترونات ماشية في اتجاه ثابت بقيمة ثابتة، أما الإي سي فبتكون الإلكترونات ماشية في اتجاه وبعد كده يتغير اتجاهها تاني ويروح في الاتجاه المعاكس بنفس القيمة، يعني بتروح فورورد وبترجع باكورد. طيب مين فيهم الأفضل في نقل الكهرباء من مسافات لمسافات بعيدة؟ فالأفضل فيهم الـ Alternating Current. دي صورة بتوضح الفرق بين الاتنين. ده مثلا الـ Alternating Current أو التيار المتغير، فهو بيكون رايح في اتجاه بقيمة معينة وبيتعكس ويروح في الاتجاه التاني بنفس القيمة على دورات متتالية. أما التيار الثابت أو التيار المستمر فبتكون القيمة بتاعته ثابتة والاتجاه بتاعه ثابت واحد. How does current flow؟ بنقول ان الالكتريستي بتنتقل في حاجه اسمها كوندكتورز او موصلات زي الووتر، الايرث، الهيومن بادي. الالكتريستي عشان تنتقل من مكان الى مكان لازم تكون الدايره بتاعتها مغلقه، بمعنى ان انا عندي مثلا باتري، عندي كوندكتورز اللي هو السلك، عندي اللمب. اللمب دي عمرها ما هتنور الا لو كانت الدايره بتاعتي مغلقه، وعشان كده بيكون في حاجه اسمها سويتش، مفتاح يقفل او يفتح الدايره ويتحكم فيها. سريان التيار الكهربائي بيكون شبه سريان الماء في المواسير، بمعنى ان الووتر فلو زي الالكتريكال فلو، الووتر بريشر زي الفولتج، الكوندكتور اذا كان سلك في الكهرباء فبيكون البايب في المواسير او المواسير في المية، البامب اللي هي بتعمل ضخ للمية زي الباتري اللي هي تعتبر مصدر التيار الكهربائي. لو عايزين نعمل مقاومات ففي على الدائرة الكهربائية في حاجة اسمها مقاومة عالية ومقاومة قليلة، اللي هي بتبقى مثلا زي المواسير الضيقة أو المواسير الواسعة. لو عايز في المية يكون الضغط عالي فبقلل المواسير أو بعمل نار وبايب، لو عايز الضغط بتاعي يكون قليل فبعمل وايد بايب. المفتاح السويتش، فإذا كان في الدايرة في سويتش فعندنا في المية فيها في حاجة اسمها فالف يتحكم في سريان المية أو يقفلها. كان في حاجة اسمها الأومز لو اللي هو قانون أوم، اللي هو الفي بتساوي الأي في الآر. ازاي الالكتريستي بتشتغل؟ فاحنا الماتيريال بتتقسم لنوعين، ماتيريال ليها ليتل ريزيستنس للتيار الكهربائي ودي بتسمى كوندكتورز، وفي ماتيريال ليها هاي ريزيستنس للتيار الكهربائي ودي بتسمى انسوليتورز او عوازل زي الجلاس، البورسلين، الرابر، البلاستيك، الوود. طب هل الانسوليتورز دائما هي عوازل؟ لا، يعني مثلا الميه، الميه في حد ذاتها هي بور كوندكتور ولا يعني وممكن تبقى جود كوندكتور، هي بور كوندكتور لو كانت هي ماء نقي او بيور ووتر، لكن اذا اتحط عليها بعض الشوائب فالمية دي بتتقلب لحاجه اسمها جود كوندكتور. زي الخشب، الخشب لو كان في الدراي وود في حالته الجافه فهو بور كوندكتور، لكن لو بقى ساتوريتد وود او خشب مبلول فبيبقى جود كوندكتور. طيب انواع الاصابات اللي ممكن تحصل، ممكن تبقى كهرباء بتحصل ان واحد يتكهرب عادي، ممكن تكون في صدمة كهربائية، ممكن يكون في احتراق في الجلد نتيجة الكهرباء، ممكن تبقى secondary injury اللي هو مثلا واحد يتكهرب فيقع فتبقى دي إصابة نتيجة الوقوع. ال internal electricity in the body، في الجسم بيكون في كهرباء، بمعنى ان المخ بيتحكم في العضلات عن طريق small current pulses، نبضات ضعيفة أو نبضات صغيرة بتروح للأعصاب. طيب العضلات بتتحكم في حركة الجسم كلها عن طريق small electrical currents. ال external electricity current أو ال external electricity in the body بنقول إنها بتؤثر على الإنسان، ساعات بتبقى فيه تأثير على الجهاز التنفسي، ساعات بتسبب شلل، بتسبب تشنجات، حركات لا إرادية، بتؤثر على القلب فبيكون متأثر على صمامات القلب فبيحصل رجفان، او ان الضخ بتاع الدم ما بيكونش متساوي في جميع الحالات فبيحصل رجفان في القلب او في بوابات القلب.
بيسبب احتراق للجلد. طب هل كل الكهرباء بتأثر بنفس الشدة؟ لا طبعا. لو بنقول ان التيار الكهربائي كانت شدته حوالي 1 ملي امبير، فده بيعمل تنميل في الجسم خفيف. لو وصل ل5 ملي امبير بيعمل صدمة خفيفة، دي ما بتبقاش مؤلمة لكن بتبقى مزعجة. لو وصل من 6 ل25 الصدمة دي بتسبب ألم، وبتبتدي تعمل يعني حركة لا إرادية أو بتؤثر شوية على العضلات. لو وصلت من 9 ل30 أو رينج من 9 ل30، ده الرينج اللي اتفقوا على إنه بيسمى الفريزنج كارنت، اللي هي بالبلدي إحنا بنسميها الكهرباء مسكته. يعني ما ينفعش الواحد يقوم شايل إيده خلاص، يعني لما بتكون الكهرباء في الرينج ده لا، ممكن ما تقدرش تشيل إيدك من الكهرباء خالص، ويبقى مش قادر تفصل نفسك بنفسك، ودي طبعا بتبقى مؤلمة جدا وبتسبب حركات لا إرادية. لو وصلت من 50 ل 100 ل 150 ملي أمبير، فدي بيكون الألم شديد، بتسبب أزمة تنفسية، بيتأثر على العضلات بتاعتك، ممكن تسبب تلف في العضلات وممكن تؤدي إلى وفاة. لو وصلت من 1000 ل 4300 ملي أمبير، دي بتعمل مشاكل في القلب، ممكن تعمل يعني هيرت أتاك أو بتؤثر في صمامات القلب، بتأثر على العضلات وبتتلفها، وساعتها بيبقى حالات الوفاة بتزيد أو معدل الوفاة بيزيد. لو عدت 10,000 فدي بتبقى قاتلة شوية وبتسبب أزمة قلبية. الإلكتريكال شوك، بنقول إن عشان تحصل إلكتريكال شوك فإحنا جسم الإنسان هو موصل للكهرباء، لكن هي الكهرباء عامة بتدور على أقل أو بتدور على المسار اللي فيه أقل مقاومة للكهرباء. فلو كان الإنسان عازل نفسه كويس فهي ساعتها الكهرباء مش هتمشي في جسمه، لكن لو ما كانش عازل نفسه فهو بيكون أقل مقاومة للكهرباء الكهرباء بتمشي في الجسم وبتسبب صدمة كهربائية. طيب effects of shock، بنقول انها يعني التأثيرات بتبتدي من تنميل خفيف لحد الأزمة القلبية، وده بيعتمد على شدة التيار. طيب شدة التيار ديت أو الأزمة اللي ممكن تحصل أو التأثير ممكن يأثر على القلب بحيث إنه يلعب في صمامات القلب، فبعد كده يعمل خلل في توازن القلب وضخ الدم. severity of shock، درجة الشدة دي بتعتمد على الـ amount of current، هي كمية الكهرباء قد إيه، الـ path of current through the body، هي هتمشي في أنهي حتة خلال الجسم، الـ duration of contact، اتعرض للتيار ده قد إيه، والـ general health of the person، اللي هو الصحة العامة للشخص اللي بيتعرض للكهرباء. الحاجات دي هي اللي ممكن تأثر في هاي الراجل ده ممكن يحصل له إيه أو ممكن ينقذ من الكهرباء أو لأ. What to do when a person is shocked؟ ايه بقى اللي احنا ممكن نعمله لو واحد اتعرض للكهرباء؟ فأول حاجة إن احنا نحاول نفصل الدائرة الكهربائية إذا أمكن، لو ما عرفناش يبقى بنحاول نجري بسرعة، نحاول نفصله هو عن الكهرباء بأي عازل أو أي حاجة غير موصلة، أو إن احنا نعمل له إسعافات أولية بسرعة عشان نلحقه. طيب مصادر أخطار الكهربائية داخل مواقع التشييد زي الـ exposed electrical parts أو الـ inadequate wiring أو damage insulation أو overloaded circuits أو damage tools and equipment أو wet conditions أو overhead power lines اللي هي أبراج الكهرباء أو improper grounding اللي هو الطرف الأرضي. improper grounding ده الطرف الأرضي اللي قلنا قبل كده عليه، اللي هو بيكون موجود في الفيش واللي بيستخدم عشان نزيل بيه اللي هي الجهد الكهربائي الزيادة أو اللي احنا مش عايزينه، إن احنا ناخد الكهرباء ونوصلها بأي حاجة بره المكان اللي احنا بنتكلم عليه أو بره الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، زي الصور اللي احنا شايفينها. دي صورة بتوضح يعني العزل البايظ، دي بتوضح التوصيل الغير مناسب للكهرباء، دي حاجات مكسورة في بعض صناديق الكهرباء، وده واضح في الصورة اهيت حاجات مكسور كتير. الامبروبر جراوندنج ده الطرف الارضي اللي احنا بنتكلم عليه زي ما هو موضح في الصور، وان في ناس كتيره بتجري تشيل الطرف الارضي عشان تعرف تدخل الفيشه ديت في الفيشه الثنائيه، وده طبعا بيكون خطر. ده صور اهي بتوضح الاسلاك البايظه. ما ينفعش نزنق السلك ورا مسمار او نزنقه ورا حته حديد او نقفل عليه الباب او نقفل عليه الشباك، لان ده بيسبب تلف في السلك وممكن يبقى الحاجه اللي حواليها موصله للكهرباء. ده كده بيوضح التحميل الزائد على الكهرباء او الفيش اللي احنا بنستخدمه. ده بيوضح ازاي ممكن نسيب حاجات كهرباء داخل المية اللي موجودة، وده طبعا حاجة غلط لان كده ممكن يحصل ماس.
طب بالنسبة لأبراج الكهرباء، أبراج الكهرباء بيكون في حاجة اسمها الباور لاين كوريدور أو الممرات اللي بينهم، ودي بتكون حوالي 10 متر، والمفروض إن مفيش أي منشآت أو أي ماكينات أو أي تخزين يحصل داخل المساحة دي. بنقول إن الأبراج دي لو لحد 33 كيلو فولت، فالمفروض إن مفيش حاجة تبقى تحتها فرنج من 2 ل 3 متر، ولا جنبها فرنج 3 متر، ولو عدت ال 33 كيلو فولت المفروض إن مفيش حاجة تبقى تحتها من 4 متر وجنبها من 6 متر. طب إزاي نمنع الحوادث دي؟ عن طريق مثلا الـ Personal Protective Equipment، معدات الحماية الشخصية، أو الـ Inspect Tools، التفتيش على الأدوات، أو الـ Ground Fault Circuits Interrupters اللي هي الطرف الأرضي اللي إحنا متعودين عليه أو اللي إحنا اتكلمنا عليه كتير، أو Lock Out Tag Out اليافطة اللي بتتحط. طيب بالنسبة للـ PPE أو معدات الحماية الشخصية، مش أي حاجة ممكن تنفع، بمعنى إن ما ينفعش مثلا نلبس Gloves وتكون موصلة للكهرباء، ما ينفعش نلبس القبعات بتاعتنا وتكون معمولة من المعدن لأن المعدن موصل جيد فبنستخدمها، أو بنستخدم حاجة بلاستيك. طيب الـ Inspect Tools إن إحنا نفتش على الحاجات بتاعتنا، لو في أسلاك مقطوعة نغطيها، لو في حاجة تلفة نغيرها، الطرف الأرضي لو متشال يبقى نغير الفيشة أو نشوف لها حل، الأجزاء المكسورة نستعيد عنها ونغيرها، أو أي تلفيات نصلحها. GFCI أو الطرف الأرضي اللي بنتكلم عليه ومنظمة الصحة العالمية قالت إن لازم الطرف الأرضي ده يكون موجود سواء في الفيش أو في البرايز الموجودة، بحيث إن إحنا نتلافى الجهد الكهربي الزايد. طب اللوك أوت التاج أوت دي اليافطة اللي بتتعلق، بمعنى مثلا أنا داخل مكان، المكان ده فيه كهرباء وأنا داخل أعمل صيانة في حاجة تلفة فيه، فبنزل سكينة الكهرباء. لما أنزل سكينة الكهرباء يبقى المفروض أحط يافطة زي دي كده بتقول ممنوع التشغيل وممنوع رفع السكينة لأن في صيانة، عشان ما يجيش حد يخليني أنا شغال جوه ويقوم رافع السكينة من غير ما يعرف، يقوم موصل الدائرة الكهربائية فتعمل مشكلة للناس اللي بتعمل صيانة جوه. بكده نكون خلصنا المحاضرة ديت، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة اللي جاية. شكرا.